فيه رجليه ما قدروش يديروا اوبيراسيون. دوك درت ديتو لاكليميك تاع السلم اللي كتشرهم العيد، ديتو انا عند دكتور بوخانو الفقير درت له، ومن بعد ولات تعطل الحال عليه. لابلي بار قال لك خافوا من الانستيزي، اي باسكو المشكل تاعو يقول لك الانستيزي يقول ما يجيش يفطن. بروبوزيت عليهم انا، وليت نبروبوزي، قلت نديروا نص ما نديروش كلش، ما نديروش جينيرال نديروا لوكال، باش نديروا الاسبوع. قال لك ما نقدروش، دوك المشكل تاعو فيه تزايد كل يوم، ما نقدرش نحبس بان نحبس كذا امبوسيبل، تخلي وليدك تلتقيهم بيه كيما ذكرى. هذه من ناحيه تزيد كل يوم. انا نعقلها بالمصاص زعما باش تولي تدخل وراك، هذا راهو المصاص تاعو خرج كان عين في زوج هاك ديفورمو كي وصل 19 سنه باس راه توضى اسمه ولا في تزايد. لا كي بلغ وراك تبحوا من العروق اللي مش كاو كسر وكذا ها كيف هذا عظم قد الكاميرا دوك تبان لك مليح. هذا عظم هاي المصاص تاعو طلع الفوق بروبوزو ليا في الشغل قال فيكسيوهم له، فيكسيو له هذه مع هذه يولي طول هكذا صباعه يفيكسيوهم. قلت له كيفاش يدير؟ قال له لازم اقرا يقرا يوليك شو ما كان يولي يتعذب ما يقدر يدير والو لازم تهزو منها تحطو منها. هذه كلها صارت اي ام سي الضمور العضلي هذا طول اي ام سي زاد خنق نهار زاد وكاي صارت 19 سنه ونص حنا عايشين معاك كيما هكذا ناكلو حنا نشربو حنا وطلبوا له اوبيراسيون معقده بزاف. حبيت انا ندير اوبيراسيون ميساج هذا نوصل للسيد رئيس الجمهوريه بيشوف كيف حالته. انا 25 سنه ونخدم حمايه مدنيه ونسعف في الناس حياتي كامله طرونكيل ما كاين حتى مشاكل. هذاك وسط البني لازم انترفونسيون مستحيل نخليه كيما دبر نوض صباح 3 تاع الصباح نلقى قاعد يتوجع. ما انا ما خليت به حتى بلاصه لو كان حوز خرجوا خارج البلاد الى السيد رئيس الجمهوريه الى السيد مدير العام تاع الحمايه المدنيه شوف اللي يتكفلوا به بيولي كل واحد برك هذا جامي كلا مو عندها لون ديسكارد عندها لاتونسيون الحمد لله عطاها لي ربي كادو هديه من السماء. ما كنتش واعي كيفاش مو هي اللي مزرى بزاف كثر مني مش كيما انا. انا لازم ناكلو ولا توكلو مو كنت خرج ليا نقعد انا كنت نخرج انا من الدار لازم تقعد ليا معاه امبوسيبل. خواتاتو صغار ثلاثه قصر بنات ما يقدروش يبانو وخافوا يخافوا كي يشوفوا هكذا وين يطيح ولا ما يقدروش تسمى لازم توجور بولو ولا مو معاه. هاي ما كنتو كيف 19 سنه وحنا هكذا ونص وست شهور حنا عايشين كيما هكذا وواحد ما على بالو باه كسبت جريت كسبت وزير الصحه. أول قناة إلكترونية في الجزائر.